طيب كابتن عبد اللطيف، برضو عايز اعرف ايه هي اهم المحاور اللي اشتغلت عليها علشان يبقى عندك او واحد من الناس اللي عندكم فريق بهذا الشكل الرائع يعني. بص يا كابتن اسلام، هو الموضوع الحمد لله يمكن الجهاز الفني بشكل كبير بشكل كامل احنا قريبين جدا جدا، يعني احنا بنتكلم في كل التفاصيل. صحيح. انا راجل لعيب فوليو لسه مبطل بقالي سنتين، بس في نفس الوقت باعد نفسي خالص عن الجزء الفني. بس انت اللي بتخلص كل حاجه تقريبا، بالظبط، بس النواحي علاقتي الاداريه يعني. بالظبط بس علاقتي انا والراجل والجهاز الفني محمد السيد والحسيني ان احنا بنتقابل بشكل دايم بره الملعب، نتكلم في كل تفاصيل تخصنا. في بعض المشاكل ممكن تظهر هم مش عايزين نخش فيها دلوقتي، يعني حاجه هتتحل بسرعه، حاجه فنيه بتبقى بالظبط، مالكش او علاقه حاجه بيها حاجه يعني. هتحل بسرعه. في حاجات ممكن انا اللي اخد السبق فيها واتحرك فيها عشان ما اعملش المواجهه ما بين الجهاز واللعيبه، تفضل الدنيا احسن حاجه ما بينهم. صحيح. فكل ده بيتم بالاتفاق ما بيننا يعني بشكل مستمر، احنا رائع. تقريبا يوميا بنتكلم في كل تفصيل، لو حاجه حصلت حاجه بتاع حاجه المفروض نتحرك فيها مع بعض ازاي. مع طبعا يعني كابتن خالد العوض اللي انا حابب فعلا اشكره جدا 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 جدا، خالد ده الراجل ده جميل. ساندني جدا في شغلي. النشاط الرياضي بشكل عام، كل الناس اللي فيه، يمكن دي حاجات انا كلاعب ما كنتش حاسسها، ما بحسش بالجزء الاداري ده كان ماشي ازاي. لا يعني النشاط الرياضي بشكل كامل، كابتن خالد العوض انت بتتعامل مع رياضي، حقيقي. شخص رياضي، شخص بيتحرك في كل وقت، بيدي مساحه بشكل كبير جدا للناس اللي شغاله، يعني حقيقي. ما عندوش تسلط، لا بالعكس مديك المساحه في طول الوقت في القرارات. فلا الحمد لله السنه دي كانت سنه كويسه جدا لينا كجهاز مع النادي واللعيبه بشكل كبير يعني.